أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا هو موضوعنا راح يكون حوار بيني أنا الشخص الملحد وبين الشيخ من شيوخ الإسلام. أنا بس بدي أشوف اليوتيوب، آسف كثير، آسف، بس بدي أدخل أعرج على اليوتيوب وأرحب بكل الأصدقاء. علي عمدة، أهلا وسهلا فيك. ناجح الحور، أهلا وسهلا فيك. طبعا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، إلياس ونسرين، كمان في معنا مين رياض، أهلا وسهلا أخوي رياض، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. ما بعرف إذا في حدا عنا معنا، أنا آسف يعني عم بروح بسرعة على الشات، فإذا نسيت أحد اعذروني عذرا شديدا. يعني هاني، أهلا وسهلا فيك. عامر أو عمر، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. محمد، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. ماري، أهلا وسهلا فيك. على كل أصدقائي، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين معنا، الموجودين على الشات عم بيسمعوا بدون شات، يعني أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. على كلنا طبعا مثل ما قلنا أصدقائي، موضوعنا اليوم راح يكون حوار بين ملحد ومسلم، أو شيخ مسلم بالأحرى. طبعا اللي راح يمثل الطرف الملحد هو أنا، واللي راح يمثل الطرف المسلم هو الشيخ مجهول الهوية. هلا راح هو يعرفنا عن اسمه. يعني شيخي، أهلا وسهلا فيك، يا ريت تعطينا نبذة مختصرة عن شخصك الكريم، عن اسمك، عن من تكون، تفضل. أهلا أخي في الله جان، كيف صحتك؟ أرحب بيك وأرحب بجميع المشاهدين المشاهدين فقط، لأنه حرام أسلم على المشاهدات. أرحب بكم جميعا وأصدقاؤنا في التكست، أسلم عليكم جميعا. أهلا وسهلا شيخي، ممكن شو الاسم اللي بتحب أناديك فيه شيخي؟ تفضل. تقدر تناديني ابن كثير. أهلا وسهلا ابن كثير، وأخو كثير، وابن عم كثير، أهلا بكل اللي بقربوا الكثير. يعني شيخي يعني أنتوا، بس دي أنا بدي أبدأ بسؤال واحد، أنتوا ليش تكرهوا الملحدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على غر الميامين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شيخي أما ممكن بعد، نفتح الموضوع دغري، يعني شو ليش ضروري المقدمات؟ تفضل. لا، يجب أن نصلي على رسولنا. يا أخ جان، أنت جايبني هنا ما تعطيني مجال أصلي على رسولي؟ يا اخي صلي بس بكلمتين وامشي، ضروري تفتح لي جريدة. لا، أنا ما فاتح لك جريدة، يعني بالعكس، كلام يقال في أول الدعاء ابني. يعني أنت يكون شوية صبرك رحب معي أخي. أنا أول مرة ألتقي في مكان ملحد، لا أعرف راح أحمل الذنوب ولا لا ابني. يعني إذا عيد السؤال ابني عن لا الملحدين. حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية. يعني شيخي، سؤالي كان واضح يا شيخ ابن كثير، هل قصدي لماذا تكرهون الملحدين أنتم الشيوخ؟ تفضل. نحن لا نكره الملحدين، بل الله سبحانه وتعالى قد كرههم، لأنهم يفرقون الدين ويقضون على الدين، يحاولون القضاء على الدين الإسلامي الحنيف. ولذلك نحن ننصحكم، وإذا لم تنتصحوا فيطبق عليكم أمر الله سبحانه وتعالى. وما هو أمر الله تبعك؟ المرتد يقتل يا ابني. يعني سنتحدث في هذا الموضوع،
تفصيلا ابني. ولك تم تتحدث في هذا الموضوع كمان. على كل شيخي، طيب بدي اخذ رايك بما كيف تنظر ينظر الاسلام للمراه، يعني المراه المسكينه اللي ذبحتوها انتم بدينكم هذا، كيف تنظروا للمراه؟ تفضل. بالعكس بالعكس ابني، الاسلام اعطى حق المراه كمال الحقوق، وما اعطاها اياها اي دين سماوي او ارضي لم يعطي هذه الحقوق كما اعطاها المراه. المراه تعتبر يعني زهره البيت، يعني تكون في البيت هي الزهره، وهي اللي شو اسمه يعني لا يجوز لها بعض الاشياء صحيح، ولكن هذا من الحفاظ عليها بني. من الحفاظ عليها. وانت ما تمشط شعرك شيخي، شعر دانك مانك مشط. اخر احد المشاهدين عم بقول هذا الشيخ شو ما بيعرف يمشط شعره قبل ما يطلع التلفزيون. انا لا اهتم لهذه الامور الدنيويه بني، نحن ننتظر الاخره. الاخره اهم من الدنيا وكذبها، احنا ننتظر الاخره بني. المراه نكمل على المراه بني، المراه هي نصف المجتمع، ولكنها مجتمع الرجل فقط، يعني لا يجوز لها مثلا، وهذا من امر الله ليس من امري، لا يجوز لها ان تطلع وتتكلم، لان صوتها عوره كما تعرف بني. فاذا يعني رايتني لا اسلم على المشاهدات، لانه المشاهدات حرام، لا اعرفهن كيف اسلم عليهن يعني. الله ما في حدا غيركم عوره يا شيخ. على كل شيخي، على كل احد. لا اخ جان لا تتهجم قبل ان تسمعني. انا بس سانقل لك ما يرددونه الاصدقاء المشاهدين، انه اذا دانك ما بتنشطها في هذا الزمان، فكيف بدك تنشطها في الدنيا الاخره مع الحوريات؟ الا يستقبحونك الحوريات؟ نحن سنبعث شيء جميل وبمظهر آخر، وينتظرون الحوريات. يعني شيخي بدك تطلع مايكل جاكسون يعني بفكر حالك؟ إنه كافر يا بني، لا تذكر هذه الأسماء الكافرة. نحن المؤمنون فقط، مؤمنون بالله سبحانه وتعالى فقط، نرى الجنة. الجنة تراها؟ طيب بدي اسوي لك عيونك زرقاء هذاك الوقت بالجنة، ولا تم هيك على شكلك الحال؟ سؤال جميل، سؤال جميل اخ جان. نبعث في ابهى حلة، وسوف نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى تحت سدرة المنتهى، خصوصا الشهداء الصالحين راح نكون يستقبلنا هذا الله سبحانه وتعالى، نكون فوق عرش تحت عرشه الذي هو واقف على الماء. شوف دخيلك شو بتعمل تحت العرش؟ اذا هو على العرش انتم تحت العرش، انتم تلعبوا له بيضاته يعني؟ لا 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 لا، الله سبحانه وتعالى اكبر من ما ان توصفه في مكان صغير. أنت لا تتصور الله سبحانه وتعالى كم هو كبير وكم هو رحيم بعباده المسلمين. سؤال شيخنا، هلا إذا طلعتوا على هذا اللي يسموه هذا اللي فوق تحت عرشه، يعني هو قاعد على العرش وأنتم تحت العرش، إذا طلب منكم تلعبوا بيضاته، هل سوف تلعبون ببيضاته؟ لا 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 لا، أسمح لك أخ جان، لا تقلب النقاش الى مهزلة. استغفر الله العظيم، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له فهو لا يعلم، اللهم اغفر له فهو لا يعلم، اللهم اغفر له فهو لا يعلم. تفضل بني. انا احاول. انت عم تتهرب من اسئلتي يعني بصراحه. خلينا نروح على السؤال الثاني. هل حرر الاسلام العبيد؟ يعني اللي احنا بنعرف اليوم انه الاسلام بيقول يدعي انه جاء الإسلام ليحرر الإنسان من عبودية الإنسان لعبودية رب الإنسان، فهل فعلا الإنسان حرر العبيد؟ تفضل.
سؤال جميل أخ جان، سؤال جميل منك. طبعا الإسلام يدعو دائما إلى تحرير العبيد، في تسمع الآيات يقول لك فتحرير رقبة مثلا، مثلا إذا أنت قتلت شخص. يا شيخي يا شيخي، ليس تحرير رقبة، فك رقبة. هي فك رقبة، فك رقبة مؤمن أو يعني يجب عليك أن في بعض الحالات يجب عليك أن تفك رقبة أحد العبيد أو الجواري، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. ماذا تطلبون أكثر؟ العبد أنت يجب عليك أن توكله وأن تشربه، شو تريد بعد أكثر من هذا؟ الفكرة أبتك يا شيخي. شيخي طيب، شيخي شيخي، أنت فلت بصراحة. يعني عم تقول لي فك رقبة وفك بطيخ، إذا لحد الساعة هاي في العبودية تمارس في بلاد الإسلام، يعني كيف فك رقبة؟ شوف ابني، يعني أثناء الحروب هذا الشيء يجوز، يعني أنت تعرف هذا أمر الله سبحانه وتعالى، عندما تصير حرب من الحروب فأنت تستطيع أن لا بأس يكون معك كم من الجواري والعبيد يخدمونك، وكل شوف أنت أحسب كم رأس وكل رأس كم سعره، يعني لو إحنا كنا عملنا العمليات الجهادية كنا فين؟ يعني الإسلام كان انتشر أكثر وأكثر يعني. وهذا العبيد أنت شو تعتقد ابني؟ العبيد إحنا نحاول نهديه إلى الإسلام، هذا يكثر الإسلام يعني. كيف يعني تستعبده بعدين تهديه للإسلام؟ يعني هلأ تأخذ وحدة تنكحها بعدين تقول لها تفضلي والله هاي نكاحي لك، جهاد يعني، تفضل. هي تؤمن إن الإسلام خاتم الأديان، لذلك تؤمن بالإسلام، أنت لا تعرف محبة وجمال الإسلام. واضح واضح من شكلك شيخي، جمال الإسلام واضح بهيئتك الرائعة. يعني لا تأخذ على الهيئة بني، لا تأخذ على الهيئة، القلوب هي الأهم. واضح من قلبك ما شاء الله، سوي روميو جوليت أنت وقلبك. على كل شيخي شيخي، ما هي أهم معجزات النبي؟ طبعا أهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزاته كثيرة لا تحصى ولا تعد. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم شق القمر. نعم، مثل ما شق مقرفة، كمان هو شقاق ما شاء الله. هذه عاصية، هذه مجرمة، والذي عملوا فيه كان قليل، كان يجب أن يعملوه خمسة أنصاص وليس نصفين. كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تنتظر يعني؟ احنا وأين رحمة الإسلام، وتدعون أنه دين الرحمة، ولا هو دين اللحمة يعني؟ لا، هو رحمة، دين الرحمة للمسلمين المطيعين ربهم، لا تدخل إلى الكفر. أنا أنصحك وأنصحك أخ جان، أنت وجميع الملحدين، أن ترجعوا إلى الدين الحق، دين الإسلام، دين الرحمة والشفقة. أذكر لك مثال على بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات كان، قبل ما تذكر لي معجزات نبيك، خليني بس أشوف الأصدقاء المتواجدين معنا. أصدقائي يعني نأسف إذا أي شيء طلع من هذا الشيخ، هذا المسمى حاله ابن كثير، يعني نعتذر اعتذارا شديدا، وأنا أتمنى من أصدقائي أنه لو يساعدونا ويبعثوا الرابط، لأنه أخونا بالحكم اليوم ما هو معنا، فأعتذر. يا ريت أصدقائي أنتوا توزعوا الرابط مشان نشوف بهدلات الشيوخ هذول، كل الأصدقاء يشوفوا بهدلات الشيوخ هاي. طيب شيخ، خلينا سمعنا معجزات نبيك، تفضل. وأحد المرات أخونا جان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه فعطشوا،
فمد أصابعه الشريفة إلى الأرض فخرجت منها عيون من جميع أصابعه، فشرب جميع الصحابة من هذه العيون التي بين يديه. ألا تؤمن بهذا؟ هذا ليس كافي لك أخونا جان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له معجزات كثيرة، وأهم معجزة هي القرآن. من يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن العظيم؟ لا أحد يستطيع بني. أنت عندك ميوت. الشيخ انت اصلا الميوت ما ابو هريره اخترعه، انت قلت لي شيخ انه نبيك بيطالع من بين اصابعه مي. نعم تمام، واي معجزه من معجزات النبي بتاعك. طيب خلينا بس بدي اقرا لك حديث عشان تتاكد منه، يعني عشان نتاكد كيف المي بيطلع من بين اصابع نبيك. تفضل. عم بيقول في صحيح مسلم الراوي عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في الخلاء. أنت معي شيخي؟ نعم معك. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الخويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك قيل له: أنك لم تتوضأ. قال: وما أردت الصلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من حديث الخويرث. طبعا إذا بدك أجيب لك رقم الصفحة، يعني نبيك يا شيخ قبل ما تدعي انه بيطلع من اصابعه مي، من تحت اصابعه مي، راح خري وما خسل ايده. لو كان عنده ما يطلع من تحت بين اصابعه كان اقل شيء بعد خراه يعني يخسل ايده بالماء. وماذا تقول في هذا؟ انت كما تعلم بني جان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ريحته المسك، ريحه المسك فيه. أنا سمعت الزنديق الذي معك قال هذا الكلام الذي يسمى أبا الحكم، هذا الكافر، هذا مصيره نار جهنم إن شاء الله. قال إن ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم ريحته مسك، دائما كانت ريحته جميلة. فأكيد أما يكون الحديث ضعيف، أما يكون شو اسمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة غسلوا له ايده، يعني هو شيء ليس كثير على الله. ألا تنسى حادثة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لف الشيطان في جذع الشجرة في المسجد وكان يضربه، ولكن عندما أتى الصحابة قال: لو بدرتم قليلا لرأيتم كيف كنت أعذب الشيطان وقد أسلم بقوة إيماني ما شاء الله. وهذه أحد يعني الشيطان ما حدا شافه، يعني شاهد ما شافش حاجة، يعني نبيك هو يدعي أنه ضربت الشيطان وضربه بس ما حدا شافه. بني يعني حتى إذا ما شافوا الله سبحانه وتعالى وما هو ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما قال هذا الكلام يجب أن نصدقه، نحن المسلمون نصدقه لأنه هو خاتم الأنبياء. حبيبي كان خاتم الأنبياء ولا كان خاتم العبس، نحن ما لنا علاقة بهالشيء. لماذا تضحك يا شيخي؟ اولا انا استغفر لك في مع نفسي. اولا اذنبت كثيرا يا شيخي. اولا ما حدا شاف الشيطان، يعني الشيطان محمد ذات نفسه بس شافه، فينطق على الهوى. ولا حدا، ما حدا ينطق على الهوى غير انا وانت، نحن اللي عم ننطق على الهوى. الله نبيك ما كان ينطق على الهوى، يعني ما كان في مثلا يوتيوب ينطق على الهوى، ما كان في اقمار صناعيه. Ha ha ha.
تفضل يا أبا الحكم. أنا لست أبا الحكم، أبا الحكم هذا عربيد، عربيد يدخل نار جهنم. أبا الحكم نحن نسميه أبا جهل، وأنتم تسمونه أبا الحكم. أنا ابن كثير، أنا ابن كثير، وأؤمن بالرسالات السماوية التي قبل. يا ابن كثير، يعني خلينا نكون صريحين مع بعض. نبيك أي هواء كان ينطق عليه؟ يعني لا كان في أقمار صناعية، لا كان في يوتيوب، لا كان في واتساب، ما كان في شيء بصراحة. يعني عن أي هواء تتكلم يا رجل؟ نحن نؤمن بها هكذا، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. شو هالحكي؟ يعني كان أبو حريرة مثلا عنده أقمار اصطناعية؟ لا لا لا، لا يوجد هذا الشيء، ولكننا نؤمن به. ترى نحن أكثر من مليار شخص، وسوف ندخل جميعا إلى الجنة، وأنتم تدخلون النار، أنتم والكفار اليهود والنصارى. يا شيخي أنت عم تعفس على البقلة وماشي على كل. خلينا ناخذ سؤال آخر. يعني تعيني عليك الجلدة يا شيخي، تعيني عليك الجلدة. شيخ، بدي أسألك شيخي، هل الأرض كروية وما علاقتها بالشمس والقمر وبقية الكواكب؟ تفضل. سؤال جميل. نحن نؤمن كما يقول الله سبحانه وتعالى إن الأرض هو مركز الكون. هذا بادئ ذي بدء، الأرض هو مركز الكون، والأرض أكبر من الكواكب جميعها، وحتى أكبر من الشمس. وكذلك نؤمن أن الأرض مسطحة وليست كروية. هذه كلام الدول الكافرة، أمريكا وروسيا يدعون أنهم صعدوا إلى القمر، ولا شموا ريحته ولا راحوا القمر أصلا، كل كلام فاضي. والأرض هي مركز الكون وثابتة، وكل الكواكب تدور حولها. هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، خلق الأرض في 6 أيام واستوى على العرش. شيخ أنت تخبط الحابل بالنابل بصراحة. يعني كيف مسطحة وكيف الكواكب تدور حولها؟ يعني هي طب على شو قاعدة إذا مسطحة؟ يعني الأرض، أنتم يعني تعتقدون أن الأرض كروية، وهذا كلام فاضي. ما دام القرآن قال إنها مسطحة فهي مسطحة، يعني لا تعاند ولا تدخل في الذنوب يا بني. طيب هلا لما نبيك طلع على جحشته هاي البراق، طلع لفوق ونزل، ما لاحظ شيء آخر يعني؟ هو يعني يمكن لا تتصور رحلة الإسراء والمعراج كيف حدثت. حدثت بسرعة البرق. يعني الله سبحانه وتعالى لما يكون عاوز يتحدى كل القوانين الزمن، والرسول صلى الله عليه وسلم اجتاح كل هذه الأزمان الأرضية وصعد إلى السماء ولم يلاحظ ذلك. ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد كان درعا ملائكيا لكي لا يحصل له شيء. يكون الدرع الصاروخي تبع أمريكا هو اللي كان حامي. لا 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 بني، لا تستهزئ في وقتها. لا استهزئ شيخي، أحاول أن أفهم. يعني شيخي أنا عم بس أحاول أن أفهم كيف نبيك طلع على حمار للسماء السابعة. يعني أو هل الحمار يحتاج أجنحة؟ بنعرف كلياتنا في الفضاء الخارجي ما في جاذبية. يعني الأجنحة لما أجنحته الطيور لما تضرب فهي تضرب بعكس الجاذبية حتى تتخلص من الجاذبية وتطير في السماء. طيب في الفضاء الخارجي لا يوجد جاذبية، ما حاجة هذا الحمار بالأجنحة؟ أنا أثبت لك بالدليل والبرهان كيف أنه البراق طار. أنت تعتقد، ألا ترى أن الطائرة أثناء الإقلاع تخبي الإطارات، تخبيها تحت؟ فجائز أنه في الفضاء حتى لو ما في رياح
يقفل جناحيه ولا يستعملهما، وبطريقة ما الله سبحانه وتعالى يوصل هذا البراق إلى السماء بسرعة البرق. يعني هو بصراحة قال لك شغلة، إذا أغلق جناحيه ما في عنده غير طريقة واحدة، هو بالدفع النفاس. يعني الدفع النفاس كما قال الكيالي في الضراط يعطي دفع نفاس فيطير في السماء، ما في غيرك، يا أما الضراط يا أما الأجنحة. أرسلك على برشك، تفضل استهزئ براحتك، استهزئ براحتك، ولكن الله ولكن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل أي شيء، ويقول له كن فيكون، فله حكمة لماذا صنع هذه الأجنحة. وكيف تصدق العلماء عندما يقول لك لا 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 وجود لا وجود للأكسجين في الطبقة الثانية؟ يعني لا تصدق كل شيء يقولوه، احنا نصدق فقط كتاب الله سبحانه وتعالى وحديثه. شيخي شيخي انا سؤالي واضح، شيخي انا سؤالي واضح. اليوم طلع بالفضاء الخارجي في 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 طريقتين للحمار هذا البراق انه يطير فيهم. الطريقة الاولى هي الاجنحة، وانت انكرت قلت انه بيسكر اجنحته. بقي طريقة واحدة هي الدفع النفاس، فهل كان البراق يضرط حتى يطلع إلى السماء؟ تفضل. أنت تجعلني أضحك وأبتسم على هذا الكلام يا بني. الله سبحانه وتعالى لما يقول كن فيكون، يعني أنت لا تستهين بقوة الله سبحانه وتعالى، هو يقول كن فيكون، يعني يطير طيرانا ويذهب إلى السماء السابعة والتاسعة والمليون. طيب سبحان الله. طيب شيخي، طيب أنا راح أترك السؤال هذا لأنه واضح أنك ما خرج الجواب عليه نهائيا. وما لا 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 أسمح لك، المسلم يعرف كل شيء، يعرف كل شيء، ولكن ما أعرف الفرق بين الضغط والأجنحة. يعني للأسف الشديد لو كان يعرف كل شيء كان جاوبنا أقل شيء، بس ما يقول والله الله اللي سواها. طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني شيخي. تفضل. كيف تستطيع كسب الحسنات في الإسلام؟ سؤال أيضا جميل، ظاهر عليك ذكي أخ جان وأسئلتك جميلة. طبعا سأضرب لك بعض الأمثلة، يعني الحسنات يذبن السيئات، وكل حسنة بعشرة أمثالها. مثلا إذا أنت كان عندك وزخ في البيت، أوكي، شوف الله سبحانه وتعالى كيف يكافئك. إذا قدرت تصطاد الوزغة بالضربة الأولى فلك 100 حسنة، والحسنة بعشرة أمثال، يعني أخذت 1000 حسنة يا بني. انظر رحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا ضربتها في الضربة الثانية، يعني ما لحقت عليها تضربها، يعني كان نشانك خيب، فتضربها الضربة الثانية لك 50 حسنة. أما إذا ضربتها في الضربة الثالثة، دعني أكمل بني، أما إذا ضربتها في الضربة الثالثة فلك 25 حسنة، وهذا كله حسنات. حتى ضرب الحيوانات الحشرات لك فيها حسنات، ماذا تريد أكثر يا بني؟ طيب ليش تزعلوا شيخي لما تقول إنه دينكم دين إرهاب وقتل؟ يعني الوزغة المسكينة هي شو مسويت حتى فيها حسنات، حتى مو انه حلال قتلة فقط؟ هي كانت مقرفة للرسول صلى الله عليه وسلم فأمرنا بقتلها، والظاهر كان بيته مليان فيعني هذا الحديث من الله سبحانه وتعالى وليس منه. كل تمنيات الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر. شيخ يعني ما بعرف شو بدي أسميكم بصراحة، أنتم مصاصين الدماء. يعني لا، يعني بتاخذوا حسنات في قتل الأحياء. يعني ربك هذا ليش خلق الوزغة هاي مشان يجي محمد يتلزز في قتله؟ يعني أو أنت حضرتك تقتل وتروح الجنة بتاخذ حسنات؟ يعني أيوة، أنت قلت ليش تقتل الوزغة؟ الوزغة من الحيوانات الشريرة، ولا ننسى عندما كان
نبينا إبراهيم، نبينا الأكبر إبراهيم عليه السلام، عندما كان في داخل النار، الوزغة الكافرة كانت تنفخ في النار حتى يزيد على نبينا إبراهيم ويحترق أكثر وأكثر، لذلك عاقب الله سبحانه وتعالى. الوزغة الكافرة اللي كان تنفخ على نبيك إبراهيم هذا البطيخ، شو له علاقة بالوزغات اليوم حتى أنت تأخذ فيها الحسنات؟ الوزغات اليوم ما نفخوا بسيدك إبراهيم، كلهم 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 كفرة، من أجدادهم، من نسلهم، من الأول إلى الأخير. يعني ماذا تريد؟ يعني تدافع عن وزغة؟ الوزغة هي حشرة نقتلها، يعني ماذا في ذلك؟ يعني والله ما في حدا حشرات غيركم. على كل لا 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 اسمح لي، إذا استمريت هكذا أترك البرنامج. شيخنا لا تترك، يعني شيخنا خليك قد المسؤولية ودافع عن دينك. عم نحن في حوار أخوي، نحن عم نسألك. على كل أي أخوي، سؤال شيخ تفضل. أنت أهانيتني كثير، أي أخوي؟ أنا لا أهينك شيخي، أنا أقول الحقيقة فقط. طيب شيخي، خلينا نروح لسؤال آخر. ما هي نظرتك للغرب وهل يجب التعامل معهم؟ طبعا الغرب الكافر نحن لا نؤمن به ولا نصدقه، ولا فقط نحن نتعامل معهم في حالة واحدة، أنه نأخذ من صناعاتهم لكي نحاربهم بها. انظر الجمال هذه المسألة، ناخذ هي بسموها خصة، هي بسموها خصة وندالة وقلة. وكيف ننشر الإسلام؟ وكيف ننشر الإسلام أخي؟ يعني تنشر الإسلام بالخصة والندالة؟ لا، هذه ليست خصة، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى. معناته أنت تعترف غير الإسلام دين فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أنت معناته أنت ذاتيا تعترف ضمنيا أنه الإسلام خسيس؟ لا 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 يا بني، الإسلام ليس خسيسا، نحن أهل الذمة نعطيهم حقوقهم ونجعلهم يأكلون ويشربون ويدقون نواقيس، ولكن بالصوت خفيف لكي لا يزعجوا المسلمين. يا سلام. يعني والغرب، دعني يكمل بني، والغرب مهما فعل فهو كافر يا بني، ولا يجوز أن نتعامل معهم إلا كأعداء، ولكن نظهر لهم المودة. أنت تعلم بني أن الكذب جائز في بعض الحالات ونعتبره حرب مع الأعداء، ويجوز في هذه الحالة نظهر لهم الاحترام والتقدير، ولكننا نكن لهم الشر. فهذه الظاهر ما مر عليك بني، احنا عندنا حاجة اسمها الرياء، الكذب اللي المسموح فيها، وكذا غير المعاريض ايضا مسموح لنا. مثلا اجيب لك مثال على المعاريض، يعني مثلا اذا انت جيت تسأل علي وين ابوك، تقول لابني، ابني يقول لك أبي ليس هنا، هو يؤشر على إيده يقول ليس هنا، فهو لم يكذب، فقط قال جاوبك بطريقة أخرى، وهذا جائز في الإسلام. يا شيخي هذا كذب، هذا ليس كذب، أنا قلت ليس هنا، أنا أشرت على إيدي، يعني أبي لم يجلس على يدي، ماذا الكذب في هذا؟ تقصد أنه ليس هنا في داخل المنزل. أنت في هالحالة هاي فهمت للشخص أنه اللي عم تسأل عليه ما هو موجود كما يفهم هو، هذا كذب صراح يا شيخ. لا 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 لا، هذا ليس كذب، هذا يعني التفاف على الحقيقة لكي لا نحرج الشخص. شيخي على كل حال أنا لا أستغرب منك هذه الأجوبة، لأنه دينكم كله كذبة بكذبة أصلا. يعني على كل معاذ الله بني. خلينا شيخي خلينا نروح على سؤال آخر. نعم تفضل. ما هو حكم تربية الحيوانات في الإسلام؟
طبعا تربية الحيوانات، أنا عارف إنه راح يزعلوا مني الغرب وما شابه. تربية الحيوانات غير جائزة في الإسلام. تربية الحيوانات تستطيع أن تأكلها. آتي لك بنكتة لكي نلطف في الجو. أحد الأشخاص قالوا له من جمعية حقوق الحيوان، سألوا شخص مسلم، قالوا له: هل تحب الحيوانات؟ قال: نعم وبشدة. قال: ماذا تحب؟ أي نوع من الحيوانات تحب؟ قال: نصف دجاجة. يعني نعمل انت حالك متنكد شيخ، ها؟ نصف دجاجة مشوية. لا، فقط مسموح. أنت تعلم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يقطعن صلاة المؤمن، المرأة والحمار والكلب الأسود. هذه الأشياء. ممكن أسألك شيخي، ليش مو الكلب الأبيض؟ الكلب الأسود بالذات يعني، تفضل. الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، لذلك يقطع الصلاة. والحيوانات نحن نحبها فقط لكي نأكلها يا بني، فهي حلال حلال حلال. أما الكلاب لا يفضل. البيت الذي فيه كلب أو صورة لا، أو سافر، مرأة سافر، لا تدخلها الملائكة. نحن نحب الحيوانات فقط لكي نأكلها أو نركبها. أو تؤاخوها يعني، أنتو نوع من الحيوان. سامحك الله، سامحك الله، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، فهو لا يعلم. اللهم شو اغفر له. اللهم اغفر له شيخي، ما بصير يعني. شو اللهم اغفر له؟ شو يعني الحيوانات الأليفة؟ من القطة، القطة شو ذنبها؟ أنا شفت امبارحة واحد مسلم ذابح قطة وعم فرجيها للناس، يعني شو الوحشية اللي عندكم؟ يعني شنو؟ شوف يعني شو، هو حيوان وراح يعني. يعني انت شايف بالغرب المايع، واحدة سجنوها، واحدة بريطانية سجنوها من شان بسة. بسة ليش يعني؟ يعني ايش شنو بسة يعني يسجنوا واحدة؟ لأنه ايش والله ايش، مسكت القطة وخلتها في قمامة في القمامة وسكرت عليه الغطاء. شوف يعني شو صار، ليش يسجنوها شهر؟ هذول تافهين، هذول تافهين. نحن أهم شيء عندنا البشر، والبشر المسمون خصوصا. على كل شيخي، أنا أعرف نبيك يعني، هو مثل ما بقولوا حط امرأة في النار لأجل قطة. هذا حديث أعتقد مشكوك فيه يعني. يعني يمكن عمل مجاملة، لا أعرف، لا أعرف. أنا سمعت هذا الحديث ولكن لا تبالي، لا تبالي، يمكن تكون خطأ أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تصدق أي شيء يقال يعني. صدقني يا شيخ، أنتم مشكوك في وجود عقلكم أصلا يعني، أنتم المسلمين. على كل شيخي، أنا بس بدي أشجع أصدقائي الحبايب الموجودين معنا، أنه أصدقائي يا ريت تطرحوا الأسئلة إذا في عندكم أسئلة للشيخ، شيخ ابن كثير يعني. الشيخ هذا ظاهر يعني عم بيعفس على البقلة هو ماشي، بس لا 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 أخي، لا 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 شيخي أنا هيك شايف يعني بصراحة، أنت عم تعفس على البقلة وأنت ماشي يعني بصراحة يعني. اللهم اغفر. أنا بس بدي أوجه أوجه شيخي، أنا بس بدي أوجه رسالة للأصدقاء، إنه أتمنى منكم أصدقائي حبايبي الحلوين، يا ريت تبعتوا لنا أسئلة تحرجوا لهالشيخ هذا الشيخ المنفلت الفلتان يعني بصراحة يعني. أنا أنتظر الأسئلة بفارغ الصبر. الإسلام يستطيع يجيب على الجميع. الإسلام جاهز لاستقبال جميع الأسئلة والأجوبة، موجودة عندنا كله بالكتاب والسنة. لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية. كما قلت، من هذا جلدة الحنفية اللي تقولها ليل نهار؟ هل تقصد هذا الزنديق الكافر الدكتور جورج؟ نعم، هذا نبي، هذا الدين الجديد يجب أن يقام عليه الحد. هذا الزنديق الدكتور جورج،
صراحة أنا لا أعلم من أين تأتون بهذه الديانات، إنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله ما حدا غيركم رجس من عمل الشيطان يا شيخي. على كل شيخي في عندي سؤال آخر. تفضل بني تفضل. بننك بنونة إن شاء الله. على كل في سؤال هو ماذا أضاف الإسلام من الأخلاق وفضائل عن بقية الأديان؟ تفضل. أنت أسئلتك جميلة أخ جان. أنا يعني أستغفر لك ربي كل مرة تنطق عني شيء جيد، ولكن انتظر انتظر انتظر. أصلاً نحن لا نتوقع منكم شيخي غير. أنا أهذب لحيتي لا أقصد شيء. صح، واضح. أنتم جماعة مجرمين، أنتم الإجرام ذات نفسه بصراحة يعني. تفضل. أنا ندمت واستضفتك بصراحة يعني. ليش يعني سمعت كل هالأرهاب هذه. الإسلام كخة يعني، هذه حقائق عاوز يؤمن ما يؤمن، واللي ما يؤمن يعني شو يعني؟ شو؟ يعني الله يهدي يعني. واضح الله يهدي يعني. ما تقتلوه صراحة يعني. هل تقصد الردة أم ماذا كان سؤالك؟ لا أفهم والله. أنت مخربط يا شيخ. يا حيف أنت تكون واحد من قادة المجتمع للأسف. أنت تتكلم عن الردة يا صديقي، يعني فهي معروفة يعني، حكم الردة في الإسلام موجودة يعني. أبو بكر رضي الله عنه قد فعلها مع المرتدين والذين لم يدفعوا الزكاة، يعني ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبله من. طيب إذا تتبجح أنت بحد الردة، طيب وين حرية الرأي؟ حرية الرأي تستطيع أن تقول كل شيء إلا أنك تنكر وجود الله. وجود الله، أنتم الكفرة الملاحدة تدخلون نار جهنم سباحة، ولا تروا الجنة حتى ولج الخيط في ولج الخيط البعير في سم الخياط. والله امثلتك ما شاء الله كلها صحراوية بعراوية. والمرتدين عقابهم واضح بني، يعني اللي يرتد عن الإسلام نحاول أن نتكلم معه، ولكن إذا لم يستجب لكلام الله سبحانه وتعالى فهناك السيف. هذا ليس مني، هذا من دين الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أنا أظن أخطأت، أنت لازم تقول هذا من دين الشيطان. على كل شيخي، ما رأيك ببنات الأصفر؟ بنات الأصفر، أعتقد أنت نسيت سؤال قبله وأنا لم أنتبع عليه. سأعود للسؤال الأخلاق بصراحة، هو بشأن أفرجي أخلاقكم بحذافيرها. جيت على السؤال بنات الأصفر. أوكي، بنات الأصفر بني حاجة جميلة. الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى جمالي، انظر إلى أخلاقي. يعني الصحابة كانوا محرومين، ناس محرومين، وفيها إيش بني؟ إذا عملوا غزوة وجابوا من بنات الأصفر مليانات، شوف يعني إذا جملنا نسل الإسلام بهؤلاء الشقراوات الجميلات يكون أن هل يعني هذا هل هذا اعتراف ضمني أن الإسلام قبيح حتى تجمل نسل الإسلام؟ لا ليس قبيحا، ولكن الجمال الغربي يختلف شوي. لما تضيف تعمل هذا الميكس بين الجمال الغربي والجمال الجزيرة العربية تطلع حاجة جميلة صراحة يعني، والإسلام يكون جميلا وينتشر أكثر وأكثر. ولا ضير في ذلك، الجواري موجودين إن في الدنيا وفي الآخرة لنا الحوريات، يعني شوف إحنا فقط منتصرين ونعم الأخلاق. ها تضحك على أساس إنه عامل شغلة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية، لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية. الله، ما رجعت على كلام هذا الفاسق، هذا الداعر
جورج، دكتور جورج، هذا نبينا. على كل، على كل، خلينا وكيف بعث؟ آتني بالأدلة. أعطيك الأدلة. لما تركع أنت يوميا، تركع للحنفية وتشرب منها مي، هذا أكبر دليل إنه هي الحنفية هي ربك. أنا لا أركع إلا لله سبحانه وتعالى. اسمعني يا شيخ، اسمعني يا شيخ، لما تركع يوميا أو تفرش أسنانك أمام الحنفية، هذا أكبر دليل إنه أنت تركع لله عز وجل. أخطأت، أخطأت بني، نحن لا نستعمل هذا المسواك الذي تقول عليه. نحن عندنا السواك، السواك هو من الإسلام. السواك هذا ينظف الفم أحسن من 100 فرشة ومن 100 معجون. هذا تظلك تفرك فيها قبل الصلاة، قبل المواعدة زوجتك، قبل ما تشوف الجواري، تعمل كذا بالسواك وعندك ضروره تضرب المرأة. لا استغرب نهائيا، انتم شعب فراك على كل حال. طيب شيخي، خلينا نرجع للسؤال اللي كنت حابب اسالك اياه، ماذا اضاف الاسلام من اخلاق وفضائل عن بقيه الاديان؟ تفضل. طبعا باعتبار الاسلام هو خاتم الاديان، اضاف فضائل كثيره. طبعا نحن الذين قبلنا كفرة، يعني لا نقاش في ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى كفرهم في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وكل يوم نقرأ في صلواتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعني المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. لذلك الإسلام أضاف الكثير، أضاف الكثير. أنت ترى ابن سينا و كثير من العلماء خرجوا من بطن هذه الأمة، ونحن طورنا أوروبا. أوروبا التي كانت في الظلام نحن طورناها، افتتحناها بأمر الله سبحانه وتعالى وطورنا فيها. لم يكون يعلم شيء الإسلام، هو اللي أخي شيخي، أول ما تروح تطور أوروبا أول شيء تطور نفسك أنت. يعني ابن سينا أنت تكفره، أنت تجعله من أهل النار، بعدين تجي تقول لي تفتخر تتفشخر بابن سينا. أول شيء لا، وأعتقد تاب قبل مماته ورجع إلى الدين الحق، وأمثاله كثيرين. أنتم تقولون أبو العلاء المعري أيضا كافر، ولكن هذه ليست حقيقة، كلهم مسلمون وكلهم مؤمنون، والله سبحانه وتعالى غفر لهم. وكذلك طيب شيخ، الإسلام جميل بني، ما أعرف شنو اللي ما عجبك بالإسلام، بس قل لي شنو اللي ما عجبك. طيب أنا راح أقول لك شو اللي ما عجبني بالإسلام، بس أنا أول شيء قبل ما تتفشخر وتقول لي أنه أنت طورت أوروبا، ممكن تقول لي شيخي كيف طورت أوروبا؟ يعني ألا ترى العمارات والبنايات الجميلة المزخرفة بالزخارف الإسلامية؟ شو هالحكي هذا؟ ألا يكفي أننا هالعمارات كانت موجودة بصحيح البخاري مثلا، ولا بصحيح ابن حريرة مثلا، ولا بصحيح مسلم، أنه في عمارات وهن جابوا الرسومات من من صحيح مسلم وابن تيمية مثلا، المخططات الهندسية بنوا فيها العمارات؟ نعم، كان عندنا مهندسين يقال عنهم أمازيغ، ولكنهم مسلمون بأمر الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا إيرانيين أو الأكراد أو الأتراك أو الأفغان، كلهم أصبحوا مسلمين بأمر الله، أو إسبانيا التي فتحناها بأمر الله سبحانه وتعالى، كلهم كان لهم، لا تقل إنهم أمازيغ أو أكراد أو أتراك أو إيرانيين، لا، قل عنهم مسلمون، هم مسلمون والهوية هي للإسلام فقط. شيخ بدي أسألك شيخ، إذا اليوم واحد رجل عنده عدة فرسان، خلينا نقول كتيبة من الجيش، وهجمت على قريتك أنت، أنا الواضح من لهجتك شيخي أنك ابن قرية، خلينا نقول القرية اللي أنت ولدت فيها رجل عنده كتيبة كاملة من الفرسان، خلينا نقول 300-400 فارس، هجموا على
قريتك وقتلوا كل الرجال وسبوا النساء وأخذوا الأطفال، بعدين أخذوا مثلا خلينا نقول جارتك اللي قتلوا لأمها وأبوها وأخوها وزوجها مثلا اللي كانت خلينا نقول متزوجة لمدة شهرين وكانت عروس جديدة، ورئيس العصابة هي اللي هجمت على قريتك دخل فيها بأول ليلة، شو بتسمي لهذا الرئيس العصابة المجرم هذا اللي دخل على الله؟ لا تقول رئيس عصابة، لا اسمح لك، لا اسمح لك، تجاوزت. أنا أقول تجاوزت كثيرا. فرضا دخلوا على قريتك عصابة، تفضل. طبعا هذا احنا نسميها فتح. فالناس عندنا شروط ثلاثة، أول ما نريد نفتح مدينة أو دولة ندعوهم إلى ثلاثة خصال. أكمل، أنت سألتني ما تعطيني مجال أجاوب. ندعوهم إلى ثلاثة خصال. لا تتعصب ولا تدخن، إنه التدخين مضر بالصحة، ننصحك بالابتعاد عنه. وحرام أيضا. أخي أي ما شغلتك أنت، جاوبني على أسئلتي. نعم سأجيبك بني. الثلاث خصال ندعوهم إليها، أما يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدفع الجزية وهم صاغرون، أو نقاتلهم لكي ننشر دين الله الحنيف في ربوع الكرة الأرضية. هذا هو الدين، واللي مش عجبه يضرب راسه في الحيط. يعني هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وأنت تقول إنه نحتلهم ونقتل رجالهم ونسبي نسائهم. طبيعي، هذه في الحروب تحصل كل شيء، وما ما ما فيها شيء. يعني إذا الخزينة فاضية عندنا مثلا، ما فيها شيء إذا أخذنا كم راس وبعناهم، وشوف الفلوس قديش راح تطلع لنا، والنساء للخدمة والوناسة وكل شيء يعني، ويأكلون ويشربون رأسك ورأس لازم من ذلك. أما عن قضية صفية سأشرح لك عن قضية صفية. قبل صفية، أنا أؤمن كامل الإيمان شيخي إنه رأسك هو أول رأس لازم ينبع. تفضل كلمنا عن صفية. لماذا ينبع؟ هل لأنني أدعو إلى دين الله الحنيف؟ شو دين الله تبعك صار من الدين الحنفية بصراحة؟ لا 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 بني، أنت لا تستطيع استفزازي، سأبقى معك في الحلقة وسأهدي الكثير للإسلام، وأنصحك بني وأنصحك أن تهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تهتدي فأنت تعلم يعني إرهابكم جاهز. يعني ندعو لك. نحن نعلم إرهابكم جيدا شيخي، بصراحه انت شيخي وطيت لي راسي بهالحلقه هاي. على كل لا صديقي، فكر حالي جاي شيخ. لست صديقي لانك ملحد كافر. انا اذكر لك فقط قضيه صفيه. يعني صفيه هي لما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم وجماله وحكمه اخلاقه، حتى لما شاف احد الصحابه عم يضرب شيخي هل من المعقول عروس شهرين يا زلمه، خاف الله، اذا تشوف قاتل زوجها وقاتل ابوها تحبه تصير ملك وداعي؟ ماذا في ذلك؟ يعني سحر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتشر وكان رائحته. اي سحر يا رجل، اذا كنت لا اقصد سحر، معاذ الله لا أقصد سحر، أنا أقصد سحره، يعني يسحر بنات سماتهم في وجوههم صراحة عليه كزنوبة اليوم. يعني أخي سماتهم في وجوههم، يعني على الأقل هو قدوتك الحسنة، وأنا متأكد أنه أنت لابس مثله وشكلك مثله. ما بعرف هالشكل هذا اللي أنت بشكلك هذا، مين أي وحدة تطلع فيك أنت، ولا تطلع بنبيك بهالشكل هذا؟ يعني لا لا لا، كثير يطلعون علينا العديمي العقول، قصدي الناس الفاهمين ويتقون ربهم،
ينظرون إليه، لماذا لا؟ يعني أنا متزوج قدامك، متزوج أربعة يعني المس بقوته الجنسية يعني تكون مضاعفة أضعاف يعني. يعني كم حصان مثلا؟ يعني بلا فخر يعني 100 حصان، 100 حصان بلا فخر يعني. والله ما يتجحشف يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامع نسائه التسعة بدون غسل، بغسل واحد. انظر إلى قوة الله سبحانه. إذا لم تكن هذه قوة من الله سبحانه وتعالى فمن أين هي؟ محمد نبيكم كان كم حصان عنده يعني؟ كان عنده قوة 40 رجل، وكل رجل 100 حصان، اضرب في 40، اضرب 100 في 40، راح تكون 4000، قوة 4000 شخص. ما شاء الله، يعني 4000 حصان. نعم نعم، لا لأنه كافاه الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل. عن طريق جبريل بعث له. بصراحة السيد شيخنا أبو الكثير أظن هو 4000 بغل، يعني هو قوة نبيك كان، لذلك كان يواظب على 9 نساء في. كان عنده الكفيت بني، كان عنده الكفيت، كان يستعمله الكفيت، هذا كان مفعوله. أنتم تسموه فياجرا اليوم، هذه كانت تعجنه الملائكة مخصوص له، كان ينزل جبريل له، كان يستعمله هذا الكفيت. قوت من الجنس اللي عنده. يمكن صفية أعجبت، سامع عنه عنده قوة جنسية فظيعة فأعجبت به، وأحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشت معه عيشة جميلة سعيدة، وبشرها بالجنة. ماذا تريد؟ سماها أمها من أمهات المؤمنين. يا سلام يا سلام، مشان هيك عقلكم صار مثل كفتة يعني بصراحة. على كل، خلينا نروح على سؤال آخر سيد ابن كثير، شيخنا ابن كثير، ما هو حكم الردة في الإسلام؟ طبعا حكم الردة تكلمنا قليلا عنه، هو ما فصلت يعني، بدنا تفصيل بصراحة. قلت لك بني إنه حكم الردة الثلاث خصال ندعوها، لا أقصد هذه الحرب، هذا شيء آخر. من ارتد عن دينه يقتل، هذا لا جدال فيه، لا جدال فيه. يعني إذا أنت صرت مسلم، أنا أجيب لك مثال، أحد اليهود لعنهم الله دنيا وآخرة، قال لشيخ، يا شيخي، هنا ترى المعاريض يعني بحذافيرها، قال يا شيخي أنا أحب الإسلام ولكن عندي عيب واحد، إنني لا أستطيع ترك الشرب المشروب. فقال له اشرب، لا ضير في ذلك. قال وماذا أفعل لكي أصبح مسلم؟ قال تنطق الشهادتين. فنطق الشهادتين، ثم قال له هل شيخي أنت عند وعدك أقدر أشرب؟ قال له لا، ما تقدر تشرب الآن لأنك أصبحت مسلم، والمسلم عندنا حرام يشرب المشروب. قال إذن أنا لا أستطيع ترك الشرب، دعوني أرجع إلى ديني القديم لأنكم خدعتموني. قال لم نخدعك، عندما كنت غير مسلما قلنا لكم مسموح تشرب، ولكن عندما أصبحت مسلما لا يجوز لك الشرب، وإذا دخول الحموم مش زي خروجه، يعني أنت عاوز تسلم وتطلع من الدين، هنا يطبق عليك حكم الردة. هذه طرفة أقولها، ولكن هي هذه الحقيقة، أنه اللي يرتد، ومن يرتد عن دين الله يأتي بناس آخرين، أو زي ما قال القرآن الكريم. فالحكم الردة هو القتل، المناصحة، وإذا مفاد معه يقتل بدون استتابة، والله، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه الدين الإسلامي يجب أن ينتشر في كل مجموع الكرة الأرضية، شاء من شاء وأبى من أبى. يعني بدينك قائم على الخداع، يعني إذا ممكن تخدع بكل بساطة، يعني دينك اسمه دين الخداع. هذا ليس خداع، أنا قلت له تستطيع أن تشرب لأنه لم يكن مسلماً، قلت له تستطيع مسموح لك تكذب على الغير مسلم مثلا؟
لا هذا ليس كذب، يعني هذه طريقة لجذب الشخص إلى الإسلام الحنيف، ولكن عندما يصبح مسلم عندنا المشروب حرام، تستطيع أن تتوضأ به ولكن حرام عليك أن تشربه إذا لم يوجد مياه. يعني يا سلام، تتوضأ بالخمر؟ نعم، هذا مثبت في الأحاديث النبوية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بخمر. والله بصراحة شريفة، يعني أشرف من شريفة فاضل، يعني مثل ما بقولوا. على كل شيخي، رح ناخذ نعرج على أسئلة أخرى، ولكن بصراحة دينك هذا يعني فظع ما شاء الله. على كل، في عنا رسالة من الأخ عاصم عم بيقول: جان أنا داخل باسم كذا، الله في الكتب السماوية جميعا يعلم ما تخفيه الصدور وهو عالم بكل شيء، فهل لديه علم عن الرغبة الجنسية؟ وإذا كان يعلم ما هي فهو يشعر بها، وإذا كان يشعر فهو يمارسها، وإذا كانت بالحلال فهو متزوج، وإن كانت بالحرام فهو غير معصوم، وإذا كان لا يعرفها فهو لا يعرف كل شيء. ما رأيك في هذا الطرح يا شيخ؟ طبعا يعني نشكر السيد عاصم على هذا السؤال. طبعا الجنس حلال في حالتين، اما ان تتزوج اربع، واذا لم تكفيك الاربع تطلق واحده وتاخذ الاخرى، وهكذا دواليك. هذا احد الطرق. الطريقه الاخرى انك يكون معك جواري تشتريها من سوق النخاسة، أو تودى إليك. وإخواننا الآن قائمين بالواجب وزيادة، إخواننا في سوريا والعراق قائمين بهذا الواجب. وانظر إلى جمال الإسلام، سوف يأتي. هل تقصد الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ نعم، الذي تسمونه داعش، احنا نسميها الدولة الإسلامية في العراق والشام. نحن نختلف معهم قليلاً، ولكنهم أخوة مسلمون مؤمنون، لذلك لا نستطيع تكفيرهم. وترى أن لا تخرج ضدهم يا شيخ. لا أعتقد أنك تختلف، الواضح ما شاء الله أنت إرهابي أكثر منهم يعني. لا 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 بني، قلت لك نحن نختلف معهم قليلا في كيفية تطبيق الشريعة، ولكنهم ناس مسلمون مؤمنون يجاهدون في سبيل الله وينشرون الدين الله الحق. فالإسلام سبحان الله، عندما تأتي الإسلام قوتك الجنسية فجأة تزداد، لا ترى لا تعرف من أين، كأن الملائكة تنزل لك الكفيت وتصبح قويا، وبركات الله سبحانه وتعالى. يعني برأيك الرجل اللي يصبح بعضوين يعني؟ لا 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 تستهزئ يا بني، لا تستهزئ. كيف عضوين يعني؟ كيف هذا الشيء نراه في الأفلام الجنسية المبتذلة، ولكنها ليست حقيقة. الرجل المسلم يكون بقوة الله سبحانه وتعالى قوي جنسيا، هذا شيء معروف يعني. قوة الله سبحانه وتعالى، يعني هل الله يمارس الجنس عنده قوة جنسية؟ لا 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 لا، ينزل القوة للشخص المسلم ويصبح قوي جنسيا، وهذا لا يضير الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء. ادخل على الأسئلة المهمة. على كل، هناك صديق اسمه البرندي، تصور اسمه باسم الخمرة. سبحان الله، هذا الكافر، هذا الداعر، هذا الفاسق، يسمي نفسه مشروب. انظر إلى أين وصلنا. هذا شخص من أمثاله يدعون الحرية والإعانة. طيب شيخي، رح ناخذ اتصال من الأخت شهرزاد. أختي شهرزاد تفضلي. أهلاً، أنا أم أسامة، أنا أريد أن أفتي الشيخ الجليل، عندي سؤال. تفضلي. أنا أم أسامة. أهلاً أم أسامة. أنا يا شيخ الجليل، مساء النور.
اهلا اهلا اختي، ولو اني لا احبذ انه تتكلم معي امراه لان صوتها عوره، ولكن لا نخجل اخونا جان. اوكي ساقول لها يعني راح اترجم لها. عم بيقول الشيخ هذا الفلتان، قصدي الشيخ هذا، عم بيقول انه هو لا يحبذ صوت الامراه، ولكن يعني حرصا منه على صداقتي، صداقة جان الكافر، سيتقبل. لا لا لا، انت لست صديقي. بارك الله فيك يا شيخنا. انا يعني لست جميله، وصوتي يعني ليس بمثير، لكن انا عندي سؤال يا شيخي. انا متطوع على جهاد النكاح، فما رايك؟ انا امراه متزوجه لكن اريد ربح وجه الله واكون مع الصالحين والصديقين ومع الصحابه. يعني انا جهاد النكاح هذا ما فهمتوش مليح، يعني اريد ان استفسر عنه. هل سمعت السؤال يا شيخ؟ نعم نعم سمعت. هل يحل لي ان اذهب للشام والعراق لاتطوع بنفسي لله ولرسوله في جهاد النكاح؟ هذا هو سؤالي يا شيخ الكريم، وإني أنتظر الإجابة. أشكرك أختي أم أسامة، شكرا أخ جان، شكرا أعانكم الله. أشكرك أختي أم أسامة. يا ريت تسمعي الجواب شيخنا هذا الفلتان من خلال اليوتيوب. أشكرك جزيل الشكر. جزاكم الله خيرا يا أخي. لا حول ولا. ما شاء الله ما شاء الله، قلبها عامر بالإيمان، قلبها عامر بالإيمان، ولأنني لم أراها ولكنها أكيد امرأة جميلة. يا شيخ خاف الله جميل. يا شيخ خاف الله. أنت هلا من كل شوي كنت عم تقول الصوت عورة. إن الله جميل يحب الجمال. عندما اكتشفت أنها مسلمة ومؤمنة، الله سبحانه وتعالى حببني فيها، يعني ما فيها شيء أخ جان. يعني فنجاوب على الأخت جان أنه جهاد النكاح مسموح به، كما قال أخي في الله العريفي، قال جهاد النكاح مسموح في الإسلام، وهن يرفهن عن المجاهدين يبقون بدون زوجات. ماذا يفعلون؟ هل ينكحون بعض؟ فيجب أن نعطيهم النساء لكي يجاهدوا. وكلها حسنات، يعني حسنات كثيرة تأتينا. ليش أنت ما تعطي حالك شيخ بدل ما تعطي النساء؟ يعني للأسف الشديد على كل شيخي، على كل في عنا شوية أسئلة. خلينا نروح على الأخ براندي. طبعا أخونا براندي صاحب الوسكي والكأس العامر، عم بيقول كيف لله أن يزعم أنه قدر على لكل شيء رزقه، ومن ثم نرى بشر يتموت من الجوع وحيوانات تنقرض؟ هل يحب على المسلم أن يتكل على كلام الله ويأخذ كلامه على محمل الجد؟ وهل الله يستحق الثقة بعد هذا؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى يبتليكم في الدنيا ويجعل لكي يعرف من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. وإذا حصلت هكذا أشياء هي تجربة للبشرية لكي يتعظوا ويخافوا الله سبحانه وتعالى. والذي يحصل من أشياء يقولها عن أناس جوعى، فهذا أدعى إنك تساعدهم على شرط أن يؤمنوا ينطقوا الشهادتين لكي يكونوا عبدا صالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. ولو أني لا أحب أجاوب على هذا الكافر، اسمه يجب أن يغيره، لأنه أجمل. هو راح يسمي حاله وسكي. لا 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 لا، نحن استغفر الله، نحن لا 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 لا, لا نقبل هذه الأسماء. وفقط أريد إذا براندي أنا عاوز أتكلم معاه، بس يعطيني عنوانه ورقم تليفونه وفي أي حارة ساكن، وأنا راح أتكلم معاه بنفسي. صديقي صدقني يا شيخ، أنت يعني
يجب أن تقتل، يجب أن تقتل أنت وأمثالك. على كل شيخي، وقعت أخ جان تقول القتل، وأنت في أحد حلقاتك انظر إلى نباهة المسلم، في أحد حلقاتك قلت نحن ضد الإعدام والآن تدعو إلى قتلي. لماذا يا أخي؟ لأني أتكلم الحق. عن أي حق تتكلم شيخي؟ أنت بدك تعس بهالحالة هاي. على كل شيخي، في الأخ براندي بعتلنا صورة وحابب أشارك الصورة هاي مع أصدقائنا، إنه هو بده يغير اسمه أو بده يغير ملامح شكله، وبصراحة وضع البراندي في وجهك، يعني وضع البراندي في وجهك، فدعونا نرى كيف وضع البراندي في وجهك يا شيخي. للأسف الشديد يعني ده انت تهزئت بقى يا شيخ. غفر الله لكم شيخي كما ترى هذا، هي قنينة البراندي وأحلى براندي بصراحة، ووجهك الجميل يعني انت فاتح بقك عايز تشرب بقى يا شيخ. هل ممكن تفسر لي لماذا أنت فاتح بقك وعايز تشرب؟ تفضل. لا استغفر الله يا بني، هذه منكرات أعاذنا الله منه، وهذا الصنف ليس جيدا. أقصد كيف عرفت يا شيخ أن هذا الصيف أقصد ليس جيدا؟ كل الصنوف غير جيدة يعني توجد معاذ الله أشياء أخرى، ولكنه ليست له خبرة. والإسلام يدعو إلى سكب كل القناني على الأرض وسكبها، لأنها حرام يعني حرام. سكبها على الأرض ولا في فمك يا شيخ؟ لا 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 معاذ الله أنا لا أحب البراندي. لا تحب البراندي، تحب الويسكي. لا 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 المشروبات حرام بني، المشروبات حرام. والله يا شيخ انت واحد شيخ فلتان، انت جايبني تهزيني. لا 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 عاز معازة الجلدة انه اهزئك، اعوذ بالجلدة. فقط اعطيني عنوان هذه السيدة المحترمة، ماذا كان اسمها؟ شان شو؟ لكي ندعوها إلى الإسلام. وكيف تدعوها إلى الإسلام؟ هي تدعو إلى شيخ تذهب إلى جهاد النكاح، يعني هي قالت بنفسها، وما يضيرك يا بني، أعطيني عنوانها ورقم تليفونها لكي يتكلم معها، يعني أباركها. أيوة تباركها، يعني قبل ما تبعد عن الجهاد تباركها أنت. لا 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 أنا أنصحها لكي تقول لي فتيات أخريات يأتون إلى جهاد النكاح، القوة موجودة ويرفعون عن الصحابة، عن قصدي المجاهدين، ولا ضير في ذلك. على كل في عنا سؤال من الأخ أمين عم بيقول: سؤال شيخنا الجليل، أنا أعلم أن الله لا يستحي غاسل وجهه الجليل ببول البعير. سؤال: زوجة ابن زيد الحلوة، ابن طبعا زيد هذا ما غيره، ابنه لمحمد بالتبني، زيد حلوة كثير، هل يمكنني أن أستنكحها؟ تفضل. لا 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 هذه حالة خاصة، أنا أعرف ماذا يقصد وماذا يرمي هذا الكافر، يقول يريد أن يعرض على زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجة زيد ابنه بالتبني. نعم أنا فاهم، إحنا فاهمين كل حاجة مثل ما يقولوا المصريين. هذا الزواج كان فقط لكي يري الرسول صلى الله عليه وسلم أن التبني حرام، لذلك تزوجها على سنة الله ورسوله بعد أن تركها زيد برغبته. وانظر إلى أخلاق زيد، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب بنفسه ويطلبها للزواج، وهي قالت لا أتزوجك إلا إذا أتت آية من الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله هذه الآية الكريمة التي قال
فيها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إن قضى إذا قضوا منهن وطرا. يعني انظر، يعني قصدك ما إذا خلص شغلته منه ما هو مشكلة، يعني هذا الله هيك بحكي. لا لا لا، يقصد إذا يعني لم يتفقوا في الزواج. أنت تشرح بكيفك، ولماذا سموني ابن كثير؟ إذا بلا تفاسير ابن كثير وترى كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نستحي من الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المرات ذهب يسأل عن ابنه في التبني كالعادة، وكانت في هذه اللحظة لا أعلم كيف دخل الباب، ما معه مفتاح. المهم دخل ولقى زينب كانت تستحم، فالهواء رفع البرداي، رفع البرداي فرآها وقال سبحان مقلب القلوب وهي سمعته. شيخ شيخ شيخ، ماذا رأى منها؟ رأى يعني رأى جسدها، فالله سبحانه وتعالى يعني لما رأى هو يعني، هل رأى جسدها كاملا؟ أعتقد ذلك، أعتقد أنه رآها بدون رغبة، ولكن الله سبحانه وتعالى لما رأى رسوله وعبده اشتهى هذه المرأة، جعل الكراهية في قلب زيد، وزيد راح بكل أخلاق، راح طلب زوجته لأبوه بالتبني. ما فيها شيء بني، يعني خلص. شيخ في عندي سؤال، شيخ البعض يعني أنا ليس كلام شيخ، البعض يقول عن نبيك إنه هو رجل عرصة، بمعنى آخر. لا 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 لا، لا أسمح لك يا شيخ، خليني أكمل سؤالي أرجوك. تفضل. يقولون عن نبيك إنه هو واحد عرصة، يعني بمعنى آخر العرصة في اللغة الشامية هو القواد، يعني الذي يوعد الناس بالنساء لأجل فعل خدمة له، نحن بنسميه قواد، عرصة يعني باللهجة، حتى باللهجات العراقية والخليجية يسمونها قواد، فهل توافق على هذه التسمية؟ تفضل. لماذا يسمونه قواد وعرصة؟ يعني لماذا؟ أنت جان يعني أدعو لك بالهداية، يعني أوضح لي لماذا يسمونه العرصة. عندك ميوت تعرف الميوت كمان يا شيخ. على كل شيخي، يعني الواضح أنا بالنسبة لي، الإنسان لما بيدلل عن النساء الإنسان لما يدلل على النساء ويكون عرصة بصراحة، يعني واحد مثلا يقول اغزو تبوك اغتغنموا بنات الأصفر، يعني لولا أنه عرصة ابن عرصة ما بيقول هالحكي هذا. أنا سمعت عنك كثير أنك كافر، ولكن لم أتصور أنك بهذه الدرجة من الكفر. سبحان الله سبحان الله، كل اللي قالوه عنك قليل. يعني أنا كيف تكفر بإلهك، وكيف تكفر بنبيك وقدوتك، وماذا فيها؟ هذا كان موجود في بقية الأديان والأسلاف، كان يغزون وتصبح لهم جواري وهكذا دواليك، يعني ما فيها شيء. ليش عرصة؟ يعني أنا لا أفهم صراحة، يعني ما هو وجه الاعتراض؟ وجه الاعتراض أن من يدعو الناس إلى شيء ويوعدهم بالنساء يسمى قواد. على كل شيخي، على كل في سؤال من الأخ فريمان عم بيقول شيخنا شنو حكم المص واللحس؟ هذا فريمان عنده أسئلة جميلة. يعني أنا أقول لك بني، المص واللحس أسئلة جميلة. انطربت أنت، تنطرب على هالأسئلة ها؟ لا لا لا، يعني
لا حياء في الدين بني، لا حياء في الدين. دينكم ما في حياء نهائيا للأسف. لا حياء في الدين، وليس ليس لنا حياء، هناك فرق كبير. أجاوب على أخونا فريمان، هذا الكافر سوف أجاوبه، أنا أعرف سؤاله ذي مغزى، ولكن أنا سأجيبه بسماحة الإسلام، ولترى كم نحن صابرون معكم أيها الكفرة، ولحد الآن ما عاقبناكم. يعني شوفوا جمال هذا الدين. فالمص واللحس مسموح في الإسلام، ولكن حذاري أن تنظر إلى عورة زوجك، أو هو ينظر إلى كيف بدك تمص وما تشوف العورة. يعني لا يجوز. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لم ولن أرى عورة الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياتي. لماذا لم يريها؟ لا أعلم. يعني أنا أعتقد أنه يعني بدك تقول لي ستك عائشة لما كانت تمص ما كانت تشوفه؟ تغمض عينيها؟ لا أعلم أنها كانت مستحية. يعني كانت مستحية لما تمصه؟ لا، يعني أنا لا أعتقد أنها تمصه، لأنه يجب عليها تنظر إليه، وراح تلاقيه اصلا. يعني انا لا اعلم مدى طولي. يعني استغفر الله. انا لا اعتقد انها كانت تمصه. يعني شيخ، يعني الله مثلا نبيك لما كان يلحس لعائشه ما كان يشوفها؟ شو هالحكي هذا؟ يغمض عيني بني، يغمض عيني، ما فيها شيء حتى لا يرى عورتها، وهو حرمه. حتى عندما توفي لم أحد يشوف عريان جسده الشريف، لم يغسلوه بملابسه مثل الشهداء. لو مخسلينه كان شافوا البلاوي الزرقاء. على كل حال أشكرك شيخي، أنا كنت أتمنى يكون معنا في المداخلة السيد كفاح فريمان حتى هو يداخلك بهالمسألة هي، لأنه مسألة حساسة جدا. يعني مثل ما بتعرف، أين أخوتنا الكفرة؟ لا يوجد عندك اتصالات؟ اتصالات بصراحة لا يوجد الاتصالات الكثيرة. أنا أخشى. طيب، عم بيقول على كل، في واحد ندل من جماعتك شيخ، يعني بس أشوف وين صار لحتى أعرف أفرك له أدنه. واحد ندل يعني، وكمان مسلم يعني للأسف. أين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية؟ عن أي ديمقراطية تتكلم يا رجل؟ عمر قاهر البطيخ. على كل، نشوف وينه بس. هذا أنت حذفته، ولكن كيف جاء يأتي بمئة لبوس ولبوس؟ على كل، هذا النجس القذر المسلم هذا حذفناه بالمرة. يعني على كل شيخي، أنت كنت تقول أنك تفضل اللحس والمحس. أنا لم أقول هذا، سؤال كان هكذا. طيب لا غير في ذلك. أنا أحاول بصراحة خصوصياتي، يعني لا يجوز. طيب شيخي، أنا أحاول بصراحة أن أتصل بصاحب السؤال حتى هو يناقشك. أتمنى منك أستاذ كفاح يا تتصل فينا يا أما تقبل الاتصال، لأنه أنا أحاول أتصل فيك حالا. أرجوك تتصل فينا أستاذ كفاح حتى أنت بذاتك تطرح الفكرة اللي بدك إياها تقولها من عملية المص واللحس من على الشيخ. وأين صديقك الكافر جانو وسال، أي هل اختبأوا؟ لماذا لا يعرضون الأسئلة؟ بصراحة أظن خافوا من جلالتك يعني وقدرك، فبشان هيك اختفوا. على كل خلينا نروح لسؤال آخر بعيدا عن المص واللحس. برأيك شيخي، هل الدولة الإسلامية بإمكانها أن تطبق الإسلام بحذافيره، أو هل وصلت لمرحلة من ذلك؟ تفضل. نعم، ألا ترى لقد حررنا سوريا، لقد حررنا العراق،
من البطش الكافر وحررنا ليبيا، وبإذن الله نحتل الكرة الأرضية، وبدءا من أمريكا وروسيا سوف نحتلهم جميعا وننشر دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ومعروفة الأحكام الثلاثة، أما رشد الشهادتين وأما يدفع الجزية وهم صاغرون، وأما نقاتلهم ونقتلهم. الملائكة تكون معنا، تصور الملائكة راح تكون معنا، يعني راح يحاربون إلى جانبنا وينصرونا، وكما نصرونا يوم بدر عندما التقى الجمعان. شيخي تبت الله سبحانه وتعالى سكر عليك النطق، ما شاء الله. أشكرك ربي، أشكرك ربي، أشكرك ربي. شيخي أنا ربك هذا ما خرج يسكتني، لا تخاف، لا أنت ولا ربك ولا نبيك خرج يسكتني. على كل أنا بس كنت مشغول بأحد الصلاعنة اللي ما في غير الشتائم مثلك ومثل نبيك. دعاء المسلمين قد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء المسلمين، دعائي. طيب خلينا ناخذ اتصال، تحصل لك مصيبة. خلينا ناخذ اتصال من الأستاذ كفاح. طيب أستاذ كفاح هو راح صراحة. أنا طيب خلينا ناخذ اتصال من الأستاذ كفاح، هو بذات نفسه راح يتداخل معك بموضوع المص واللحس. تفضل أستاذ كفاح. تحية للجميع أخوة وخوات. أهلا وسهلا أستاذ كفاح. بصراحة هذا الشيخ هذا لا يعرف المص واللحس نهائيا، يا ريت علمه تعطيه درس درسين. شيخنا ليش ما تقعد عليه وتفضها؟ ترى دمرتنا. قال الله وحشاش كلها اركب وركب. سمعته شيخ؟ اللهم اغفر له. هذا كفاح. انا كنت اعتقده مسلم. تفضل استاذ كفاح، تفضل. حكم المص واللحس. انا اجبتك اخ كفاح. جبتني ولا بطيخ، قلت غمض والحس. بلتي جاي الحس طيشها. يصير لما يصير يعني فهمت كيف. تفضل استنى يا استاذ كفاح، خلينا نسمع رايه بلحس الطيش. تفضل شيخ. خليني افهمه زين. المص غير تباوع عشده مص. بل كده تمص خيارة طرشية. عجيب هذا الأمر. طيب أنا بدي أنقل السؤال أستاذ كفاح، بدي أنقل السؤال سيد شيخ ابن كثير. يعني هو يقول لك إذا مصيت وما أعرف شو عم تنص، يعني كيف بدك تفرق بين الخيارة ولا تمص طرشية؟ يعني احتمال تكون مثلا عم تنص. استغفر الله. سأجيبك ولو أنك تستهزئ. شرعي مص ولحس. يعني بالضبط يعني احتمال تكون عم تمص جزره ولا عم تمص خياره، شو عرفك يعني؟ تفضل. ما عرفك تمص ذاك الشيء. وبعدين انت من نقول مص ولحس ليش اخذت على ذيك الشغلات؟ بالضبط لانه يا استاذ كذا هذول دماغهم محطوط بهالشغله هي. قلتي مص اللولي بوب ولحس القمر الدين يصير لو ما يصير؟ ليش اخذتها على ذيك الشغله؟ بالضبط مثلا الدندر مع الايس كريم بصير فيها لحس ومص يعني. الموطه بالفعل يا استاذ كفاح، يعني الايس كريم فيه بصير في كلا الحالتين، يعني بصير فيها مص ولحس. يعني شلون حكم؟ ما اعرف شلون. غمض ومص عيب ترى الحكي، عيب عليك شيخنا. انت لو تحكي عدل لو تقعد عليه انت وربك. زين دمرتني، كنت نحسان صحيت. طيب اشكرك استاذ كفاح، اشكرك جزيل الشكر على المداخله الجميله. راح طبعا اخليك على اليوتيوب، ويا ريت مشان تسمع الجواب من هالشيخ هذا، الشيخ الفلتان هذا. تفضل شيخ. انظر انا لا اقول الا انه والله سبحانه وتعالى يغفر له.
هذا كلام يعني قلبت الحلقه مسخره صراحه، يعني انا لم أن انتظر هذا الشيء، ولكن ساجيبه. هو يقصد، نعم يقصد اللحس، اتى الى ذهني هذا الشيء، ما فيه شيء يعني فكرت انه يقصد اللحس والمص. ثم تقول لي انه غمض ما فيها شيء، يعني فيها حراره، فيها تحس انه طري او غير طري، او فيها حراره، تعلم انه هو العضو ولا غير العضو، يعني عضو عامل. عضو عامل تستهزئ، وكأنك تستهزئ بحزب البعث العربي الاشتراكي. هذه الأحزاب من أرضية، وكلهم يدخلون إلى جهنم وبئس المصير، لا يدخل الجنة إلا مسلم، كلكم في النار إلا من آمن بالله ورسوله وطبق الإسلام مثل أخواننا في الجمهورية الإسلامية، أقصد المسلمون في سوريا والعراق، الأخوة المؤمنون. وما رأيك بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ برأيك لا يطبقون الإسلام؟ كفرة، كفرة هؤلاء، كفرة شيعة أنجاز، لا يدخلون الجنة، لأنهم نحن نكرههم أكثر من اليهود صراحة، لأنهم لا يطبقون شرع الله ويطبقون المتعة وهكذا أشياء. نحن عندنا المسيار وعندنا الأشياء أخرى شرعية، ولكنهم لا يطبقون، حتى صلاتهم تختلف عنا، لا يدخلون الجنة نهائيا هؤلاء الشيعة الكفرة. طيب شيخي، في عندي سؤال، على كل حال بصراحة أنت ما جاوبت يعني بكل بدقة. يعني عم بيقول السؤال من الأخ أمين، عم بيقول السؤال شيخنا الجليل أنا أعلم أن الله لا. طيب هذا سؤال آخر، عم بيقول الشيخ هل تعلم شيخنا أن الله القواد عز وجل عنده كلب، لله لحراسة الله، هل تعلم هذا الشيء؟ لا لم أسمع بهذا الشيء، هذا كلام مختلق. وماذا يحتاج الله للكلب؟ لأي شيء يحتاجه؟ هو عنده الملائكة تحرسه من أي انقلاب من أحد الناس. يعني برأيك الملائكة، هو بحاجة للملائكة تحرسه؟ على كل، خلينا ناخذ اتصال من الأخ سامي، من أخونا سامي. أهلا وسهلا سامي، تفضل. الكافر، هذا الكافر. أهلا 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 سامي، تفضل سامي، اسمعك جيدا، تفضل. اسمعني، شكرا شكرا، مرحبا باخي جان وكذلك بالشيخ ابا الحكم. الشيخ ابن كثير، هذا ليس ابا الحكم. لا لا لا، لست ابا الحكم، انا ابن كثير، استغفر الله. هو عم بيقول هو ليس الشيخ ابا الحكم، هو الشيخ ابن كثير. اوكي اوكي، انت اوكي. مرحبا بيوم، تسمعني كويس يعني؟ اسمعك، تفضل تفضل سامي. خاطر انا في نزل ما اعرف الواي فاي، مرات مشكله عذرا. انا ساسال يعني اظن هو ياخذ شخصيه محمد رسول الاسلام. لا 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 لا، هو الشيخ، ابن كثير، شيخ عالم جليل من علماء المسلمين، لا ياخذ دور احد، تفضل. هو يمثل الاسلام هنا. اوكي، ساساله انا ظننت انه حاجه اخرى. لا، انا جست عندي سؤالات شويه. مثلا حسب ما قرأت يا شيخ في كتبك، يعني الأحاديث صحيح البخاري والقرآن، حتى هو كتاب، ليس كتاب الله، لماذا تستعمل يا شيخ محمد، يستعمل يعني عنده قوة 4000 رجل وما أعرف، تكلمت عليها معروفة، لكن ليه ما أنجب ولا طفل يعني حتى بالقوة هذه، وما أنجب ولا عنده طفل يعني؟ طيب أستاذ سامي، خليك معنا وراح يجاوبنا الشيخ هذا، الشيخ الفلتان هذا، على هالسؤال هذا. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل. انتوا جايبيني تهزوني ولا يعني ليه هذا الكلام؟ اسف اسف، انا فلتت معي هيك فلتة، انا فكرتك شيخ فلتان، طلعت شيخ مربوط. تفضل شيخي، تفضل.
اوكي باوع بعدين اقول لك التكست. طبعا هذا السؤال جميل من الاخ سامي، ولو انه كافر زنديق ولكنني ساجيبه. الاسلام قوة الرجل تتكون من قوة الله سبحانه وتعالى، ياتي لشخص بالقوة، ورسول الله كان عنده قوة، كان عنده الكفيت، عجنوه الملائكة لو يا شيخي يا شيخي نحن فهمنا الكفيت، بس عم بسألك الزلمة ليش ما عنده ولا ولد بما انه كان عنده اربع حصان. يعني انا كنت احاول اتهرب من الإجابة لكن ساجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أربعة بنات، وكان عنده أولاد ثلاثة ولكنهم توفوا بأمراض، إبراهيم والقاسم، وعنده أم كلثوم وعبد الحليم، عفوا عنده أم كلثوم وعنده فاطمة وعنده زينب وعنده بنت أخرى نسيت اسمها، سبحان الله. كان عنده بنات وصبيان ولكن الأولاد توفوا. ألا يقرأ التاريخ هذا الكافر سامي؟ طيب على كل جماعتك من الصلاعمة يكثرون العواء بصراحة حولنا، فأنا بنشغل كل فترة وفترة حتى أسكت كلابك يا شيخ، فما تحزن. من ساعدك هذا الزنديق؟ طيب سامي أخوي سامي أنت معنا؟ أيوة أنا معك. الشيخ يقول عنك أنك زنديق بهذا السؤال، وبصراحة لف ودار وما عرف يجاوبك. هل لديك أسئلة أخرى؟ نعم. تفضل سامي. لدي سؤالات محرجة كثير. تفضل، نحن نعشق السؤالات الأسئلة المحرجة، تفضل. لماذا محمد حسب قراءتي للإسلام لا يعني مخسي؟ بالعربية يقولون يعني. أوكي طيب شيخ يقول الأخ سامي لماذا نبيك مخصي؟ هل لديك جواب؟ من قال ذلك؟ ألم تقرأ الحديث أنه جامع النساء كل نساء التسعة في غسل واحد؟ يعني أنت شيخ أنت رحت لمست على خصوات وعرفت أنه عنده خصيتين؟ لا هو إخفاء عورته، لأنه لا يجوز رؤية الخصاوي والدعابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز، الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك عن بقية البشر، هذا حرام 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 لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكن مخصيا إطلاقا. طيب سامي هو يقول لك نبيه لم يكن مخصيا وإنما الله أخفى خصيتيه لجلالهما، ما ردك يا سامي؟ أبتر بصراحة أبتر. بالضبط، ولكن هذا الشيخ الفلتان ينكر كل شيء يعني. ثم حاجة أخرى، سؤال آخر. تفضل سامي تفضل، أحرجه لهذا الشيخ. هنالك حديث على نكاح البهيمة يا شيخ، يعني من صراحة هو نبيه يا سامي، نبيه لم يدع شيئا إلا ونكحه، نكح البهيمة والشجرة والحجرة وكل شيء منكوح عنده. استغفر الله. نكحه بالضبط. لماذا يعني هنالك حديث نبيك يا شيخ يقول من نكح بهيمة يجوز ويجب قتل البهيمة لكي لا يكون الولد يعني نص بهيمة ونص عبد إنسان، يعني لماذا يعني حتى البهيمة ما منعت منه، ولهذا في الدول المسلمة في الجنوب ينكح بهيمة وداعش وكل هذه. أشكرك سامي على الأسئلة اللي طرحتها، وخلينا نشوف الشيخ. شكرا كثير سامي. شكرا.
شكرا لك سامي، شكرا. طيب شيخي، بتعرف عم بيقول الزلمة انه لماذا نبيك سمح بنكاح البهيمة، ولما تنكح البهيمة تقتل البهيمة ولا يعاقب الناكح، وهذا وارد لانه نصف الشعب العربي والمسلم هلا ينكحون البهائم. تفضل. طبعا هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه من لا حد عليه، من نكح بهيمة أو استمرأ بالطفل ويعني استعمل له العادة السرية، ولا ذنب ولا جناح على من جامع الحيوان، الحيوان يقتل، ليش مر بطريق المسلم إذا ما كان شيطان؟ فالله سبحانه وتعالى يعاقب. يعني هل تقصد أن المسلم بهذه الحالة ينكح الشيطان؟ في صورة شيطان يعني، هو لا يعاقب لأن الحيوان ليس له قيمة، أنت عارف يعني، ولا حد عليه لأنه لم يفعل شيء، فعله في حيوان، فقط المسلم له القيمة يعني كما نعلم. يعني هذه أسئلة غير مجدية، كلمني في أسئلة مهمة. يعني برأيك نصف المسلمين ينكحون الحمير والبغال، ليس مهمة بالنسبة لك شيخ؟ يعني ولا أحد عليه، يفضل أن لا يفعل ذلك ويأتي بالجواري الحسان، ويا حبذا لو كانت من بنات الأصفر. ولكن أفضل أن لا يعمل هذا، الله سبحانه وتعالى وعدهم بالجواري والغلمان يوم القيامة. فهذا ماذا سيفعلون بالغلمان يا شيخ؟ لا، الغدمان للخدمة يعني، للخدمة يعني، الخدمة وأوقات الراحة مثلا، يعني يأخذوا دور مثلا لما الحريات يتعبوا. لا، الغدمان للخدمة يعني منظر جميل لما الغلام يقدم لك المشروب وهو نصف عاري، يعني كل شيء مسموح في الآخرة، الله سبحانه وتعالى. لا أستطيع التوضيح أكثر لأنه ليس بالضرورة يعلم العامة كل شيء يعني. وهل لربك غلمان؟ هم غلمان مخلدون كأنهم اللؤلؤ المكنون يعني، وجعلوا للخدمة وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. يعني الخلائج أنت تعرف يحبوا الغلمان يعني، فاليوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكافئهم بالغلمان يعني، ما فيها شيء، فقط للخدمة، للخدمة يعني. للخدمة، قلت لي للخدمة، انتو شعب مخدوم بيكم. على كل حال خلينا ناخد سؤال آخر. عم بيقول الأخ أمين: والنجم إذا هوى، فقال ابن لأبي لهب حسبته قال اسمه عتبة، كفرت برب النجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احذر لا يأكلك كلب الله. فما هو كلب الله؟ تفضل. أنا حقيقة لما استوثق من هذا الكلام كلب الله لم أسمعه. أنا أعرف أهل الكهف يقولون رأى أربعة وخامسهم كلبهم، ولا أعلم عن كلب الله شيء. أنا لم أسمع بهذا الشيء بني، وحتى لا ما ضير يدل على شيء فيدل على جهلك يا شيخ. على كل لا احتمال الحديث ضعيف يعني، انا لا اعلم صراحه، ولكن اذا صح الحديث لا ضير في ذلك. الكلاب للحراسه كما في الارض وهي في السماء، تحمي الله سبحانه وتعالى اللي عاوزين يتقربوا من العرش زي ستالين وصدام حسين وهتلر، يعملوها الأغاد يعني. فوجود كلاب حراسة يعني، وموجودين ملائكة يرمونهم بسهام من ثاقب يعني، هي ليست فقط للشياطين، لشياطين الإنس أيضا يعني، موجودين الكلاب والنياء، الصواريخ الموجهة من الله سبحانه وتعالى. أشكرك شيخي، أشكرك. على كل إنه راح نأخذ آخر سؤال تقريبا نختم الحلقة شيخي، لأنه بصراحة كلامك يعني. أدعوك إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوك إلى الإسلام الجميل الحنيف. بعد ما شفت الإسلام هذا يعني تدعوني إليه؟ تدعوني إلى إيه يا شيخ؟
شيخ، طيب خلينا ناخذ السؤال اول شيء بعدين ناقشك شيخي. تفضل. السؤال عم بيقول من 111، لماذا يستحمر المسلمون يستجمر المسلمون بثلاث حجرات اتباعا لسنة محمد ولا يستعملون الماء كباقي البشر؟ طبعا الاستجمار هي من السنة النبوية، يعني نفضل ثلاث حجرات أو خمسة لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا الزوجي لا يقبل؟ لا أعرف. ثلاثة أو خمسة أو سبعة. شيخ برأيك يعني هل كان محمد عندما كان يستجمر بحجرة يشعر بلذة مثلا في مؤخرته بالحجرة؟ لا لا لا، هو يستجمر من فوق ولا يستعمل الحجرات المدببات لكي لا تجرح طيزه الشريف، مؤخرته الشريفة لا تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستجمار هو فقط الاستنجاء من النجاسة لكي يتطهر، ويحبذ لا يحبذ العظم لأنه أكل الجن، إخوتنا الجن، فلا يجوز الاستنجاء بعظم، فقط بالأحجار، وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضير في ذلك. طيب أشكرك شيخنا الفلتان، قصدي شيخنا المحترم، أشكرك جزيل الشكر. لنشوف مين معنا من الأصدقاء المتابعين. أنا أتمنى تكون الشيخ أجاب على كل الأسئلة وعجبتكم الحلقة يعني، واستفدنا كلنا أصدقائي من هذه الحلقة الجميلة الرائعة مع شيخنا هذا. الشيخ بصراحة الشيخ يعني فلتان إلى أبعد الحدود يعني. ألا تؤمن بالديمقراطية؟ الديمقراطية بس أنت شيخ فلتان. لا 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 يا أخي، لماذا أنا فلتان؟ ألا ترى لحيتي؟ ألا ترى وقاري؟ نعم. ألا ترى لحيتي؟ ألا ترى وقاري؟ والله شيخ تعرف أنا أحس في أنه تحت كل شعراي من لحيتك في 50 شيطان صراحة يعني. تقصد قمل؟ قمل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى إحدى النساء المؤمنات وكان يجلس على فخذيها وتفلي له شعره الشريف من القمل، ماذا في ذلك يعني؟ هذا كان الماء غير متوفر. طيب الشيخ في عندي سؤال جاني بالبريد السريع، قال يقول إذا كان المسلمون، طبعا هذا من أخ براندي يعني صاحب الكأس العظيم، عم بيقول إذا كان المسلمون يستجمرون بالحجرات إذا لماذا الآن يعايرون الغرب بأنهم يستخدمون الكلينكس؟ الكلينكس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الكلينكس يلزق في المؤخرة ولا ينظفه. فالحجر أفضل. وين ما تروح جايل معك ثلاث حجرات تستنجي به، ولكن الحجرات تجرح الطيز يا شيخ. نعم، الحجر يجرح الطيز، الكلينكس لا يجرح. تستعمل حجرات غير مؤذيات، فقط حذاري لا تدخل إلى الداخل. طيب أصدقائي أنا أتشكركم جميعا بصراحة على الحلقة الطيبة، وأظن يعني كفاية بقى. أشكرك أبو الحكم حبيبنا أبو الحكم على الحلقة. أبو الحكم هلا رح ننتهي من دور الشيخ، وبدي انطباعك عن الحلقة. طبعا احنا عملنا الحلقة تجربة لأخوتنا، إنه أنا ما تكلمت شيء خارج النطاق الإسلامي، وكل ما ذكرته إنه موجود بالقرآن وموجود بسنة الصحابة لحظات بس. طيب أظن أخونا أبو الحكم يعني هو راح يقلع البدلة بقى. هذه كلها موجودة اللي ذكرناه كله موجود بالكتب الدينية، وما جاوبتك أي شيء
خارج ما يدعو إليه الإسلام يعني. ف يعني أتمنى أنه إحنا هدفنا من الحلقة ليس المتعة، ولكن وضع الحقائق الإسلامية كما قيلت في الكتب. يعني أنا ما جبت فتشي ما موجود بالكتب، يعني ذكرت الأشياء اللي فعلاً فعلاً الموجودة بالإسلام، وحبينا نظهر لكم الجانب الإسلامي وكيف يفكر المسلمون هذه الأيام. في شيوخ يدعون إلى هذه الأشياء اللي أنا قلتها والكلام اللي نطقته، إنه اضرب راسك في الحيط وما أعرف إيش، هذا فعلا شيوخ قالوها، والشيوخ يكفرون مثلا الشيخ وجدي غنيم ما يسمي نفسه شيخ يكفر 93% من الشعب المصري، يقول عنهم كفرة اللي يحبون الرئيس السيسي مثلا، بكل بساطة يكفر 80 مليون من الشعب أو 85 مليون من الشعب بكل بساطة يعني. والشيوخ كثير من الشيوخ اللي صريحين مثل الحويني وغيره ووجدي غنيم وأمثالهم يتكلمون الحقائق مثل ما هي، ما يلفون ويدورون مثل الأشباه الرجال أو أشباه الدعاة مثل عدنان إبراهيم وغيره. يعني هذول الدجالين اسمهم. طبعا طبعا يعني دجاجلة. نتمنى يعني الحلقة عجبت أخواتنا وإخواننا، يعني اعذرونا اللي مثل ما يقول اللي حبك القصة تكلمنا بعض الكلام اللي يمكن احتمال لا يليق، ولكن حبينا نشوف الإسلام وحقيقته. وأتمنى تكون عجبت المشاهدين، وأسلم على جميع المشاهدين اللي بالتكس معانا أقول لهم وحشتوني، وأسلم على جميع الناس اللي يشاهدون الحلقة، وأشكرك جان عرضت لي هذه الفرصة، وأتمنى نالت إعجاب الناس. حبينا نشوفكم الإسلام لايف يعني مثل ما يقول مثل ما هو مثل ما. وأتحدى أي شخص عدا بعض المسحات، أتحدى شخص يطلع غلط من الشيء اللي أنا قلته. كل هذا الشيء اللي قلته أنا موجود بالإسلام فعلا يعني، وموجودة بالأحاديث والآيات يعني. صحيح صحيح. هو يعني بصراحة نحن رغم أنه حطينا كلمات غير لبقة، بس للأسف الشديد الإسلام فيه كلمات أبعد من ذلك بكثير. يعني كلمة المص موجودة في القرآن، المص، روحوا شوفوا قرآنكم. ف يعني جد كل الكلمات النابية موجودة في القرآن، يعني النجس والكلاب وال يعني ما عرف شيء القرآن إلا قاله يعني، وكلنا نعرف الشيء هذا، إلا المغفلين للأسف الشديد اللي بيعدوا على الكلمات هاي بدون ما يفكروا فيها يعني. حتى يخلق هذا الإله، يخلق الحمير وبعدين يوصف الناس بالحمير، يخلق القردة ويوصف الناس بالقردة، ويخلق الكلب ويحتقر الكلب. أنا لا أفهم يعني كيف تخلق الشيء وتحتقره بنفس الوقت، يعني لماذا تخلقه إذا أنت عامله شيء مثال سيء يعني. هو إذا دل على شيء أبو الحكم بيدل على أنه الإسلام والقرآن هو صناعة بشرية محمدية صحراوية، وشغل صحراء مكة ويعني وثقافة مكة، لما طلعت من هنيك هم كانوا يحتقرون الكلب، يحتقرون القردة، الخنزير، وهالحيوانات هاي البريئة ما لها علاقة أصلا، ما لها ذنب يعني في احتقارهم، ولكن جعلوا هالثقافة البدوية هاي قدس مقدس من مقدسات البشرية للأسف الشديد يعني. على كل أنا أشكرك أخوي أبو الحكم، وطبعا أشكركم أصدقائي. أنا ما بدي أذكر أصدقائي يعني، ولو أنه بدي أذكرهم يعني، يشتركوا معنا في قناة الجهر بالإلحاد الاحتياطية، قناة تنوير، شبكة تنوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقنوات البقية اللي موجودة تحت الفيديو. كمان ما تنسوا تشتروا البتاع هذا، شو بيقولوا له، الديوان بتاعي اللي نزلته جديد يعني. فرحونا حالنا، بلكن نقول
صار ينتشر. على فكره ابو الحكم صار 3 كتب مبيوعه، يعني هذا شيء جميل. يعني كان اول امبارح اظن 2، اليوم صاروا 3، واشجع كل اصدقائي انه يشتروا الكتاب، لانه بجد الكتاب فيه قصائد حب جميله. طبعا انا كاتبها بدي اقول ما حدا يقول عن زيته مر، يعني كل الناس تقول عن زيته حلو، فزيتي حلو وقصائدي جميلة يا شباب، اشتروها. وهي يعني ممكن هدية جميلة على عيد الحب. ماسونية قبضك؟ ماسونية قبضك، شو تسوي بالفلوس؟ لك يا زلمة. على كل أصدقائي، يعني أتمنى منكم الدعم، وإذا الحابب يدعمني ماديا يشتري الكتاب. أشكركم جزيل الشكر، وأشكرك أبو الحكم. شكرا جزيلا، أسلم على الجميع. أشكرك أبو الحكم، وأشكركم أصدقائي. طبعا أشوفكم بكرة في حلقة الساعة 5 بتوقيت لندن، في حلقة مع شيخ من المشيخة إلى الإلحاد، أخونا فراس الشيطان السوري. والساعة 8 كمان راح تكون حلقة عن العبودية. كونوا معنا. أشكركم أصدقائي. إلى اللقاء. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.